فرح باسم بالي مصر. انتم الدخلة متاعنا اليوم شكون ايميسيون نار 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 بالرسم يحضر فيها بيبليك طاير تيران. وعلى عكس العادة اليوم بيبليك اللي موجود على يساري معتها طاير اليوم عكس اللي هو فيمش. سبحان الله سبحان الله. حاب نسلم برشا ساعة على الببليك اللي حاضر اليوم. عليكم انتم السادة المشاهدين ونذكركم اللي فما راهو زوز ملايين ما عادش مليون زوز ملايين كاش للربح. ينجم يكون اسمك آخر الحلقة موجود أفشل الشاشة وتكون أنت اللي رابح معنا زوز ملايين حرف بي كا أو حتى شيء آخر. نعرف مقاينة راس شهر سيبوا مع بعض بي فقط بالاس ام اس على 85 811. مرحبا دنجور مرحبا سلمى مرحبا زياد المكي بانوش حنان الشقراني أمينة ستار. ولهذا الأسبوع تتغيب علينا مريم الدباغ مريضة شوية قولوا إن شاء الله لاباس. سيبها مش عادي وليلة كاملة في يوم تندب وليدي هو على شاب مش خلنا بدون مرة. دونك مريم الدباغ مش حاضرة معنا اليوم دونك عملت أكسيدون صغرون مش يعوضها حسن عويد دونك مش معوض هو ما نجمش حتى حد يعوض مريم لا نحن ما نجمش حد يعوض مريم يحضر معنا نبيل كلية. دونك اليوم معناش كوبي خاطر تراش علاش علاش جبنا كل ابنا معناش كوبي من زياد 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 كان مجوش كان مجوش زياد يخدم معنا راهو والله كان مجوش يخدم معنا لا انا ما نعوض كان علي هكا علي علي ابدع صاحبي والله ابدع فرشتك الجمعه اللي فاتت برجوليه برجوليه برافو زياد حاجه والله الاولاد بالرسم والله قلت هو انا كنت نخمم هكا باش نغيب مره نغيب غيب وقتاش تحب تغيب خويا انت بس يحصل مرحبا بكم الليله في برنامج جديد من بالي ماسك نستقبلوا مبعثنا بون كرونيكور مبتدئ مازال في بداياته وامال حبوا رحموا به عنده شويه حشمه نشجعوه امين قارا سوليا التهماني حلال الشكراني طارق معلول كلاب والاخت الجميله الرقيقه محبه تونس امينه ستا بدا يزم تعطيني تو شيء باش يقولوا لي باش نقول خاطر ما عنديش البرنامج والله كل حاجه لا لا اش نقول مش عندي انت تروح له حاب يقول له امين محليك باللونات لوك جديد وكل طبيب والله ايش عدي علي اخوي والله انا والله شنو اللي يوجع فيك بالضبط لا اتوقع لك بعد لا اتوقع لك بعد لا لا انا قلت البس اللي فسخ ذنوب لا لا عمل ذنوب والله ربي والاخت حنان بربي العباد يتفرجوا فيها اخت حنان عملت حاجه ان شاء الله تلاحظوها على الطريقه الدباغيه مبروك 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 والله انا بقول لك ماشي على خطاه ثابته تبع مريم الدباغ وستاتا وتربح تو تولي هكا ليه 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 وانت عملت حاجه جديده شو عمل له؟ عمل زياد مكي 2 كونت انستغرام اللهم صل على النبي اسمعني بعد ما انا دكتور ما اليوم يا ربي دكتور ثبت عمل حاجه مش دكتور هذوكم شرايين انا دكتور معناتها اخصائي معناتها امراض نفسيه دونك نرجع اكد لك مريض بالتنشيط ولا تقول دكتور سمعي بصري يقترح عليكم تود سويت هاشتاج بلاش مس اهلا وسهلا مرحبا بكم في اقوى برنامج في النيل سعد هاشتاج بلاش ماسك ايدي توب الفقره نتاع مدام سونيا الدهماني توجع برشا وعملت ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي في اخر حلقه كلام مدام سونيا فرح برشا عباد وخاصه النساء مدام سميره بن كرم قالت برافو مدام سونيا بوغ فوتخ اناليز مدام خدوجه العروسي قالت زعما كان جات حاضره باش يكون عندك نفس الكلام
استرها الرحمن الفرارة راكيل ما جاتش على خاطر كان جات انا توا نتصورها تكون عند بسي. خونا بان التريك يخدم وقال كلام جميل ودامغ ويستحق تسجيله في التاريخ. برافو وي مدام سونيا انت دماغتها راكيل. في اطار المساطة خونا فاخر عزيم قال اخطاني من المشاكل انا اصلا الطبيب منبه عليا ما نحطش كومنتير. فرير مش ناحية فيسبوكك لوحو تليفونك والله واجري قفص. اختنا ميرامي مي كتبت يا اخي يا داعر تقرا الكومنتارات بالوجوه. اول حاجه انا مانيش كلاب تكذب. ثاني حاجه ما نجمش نقرا الوجوه على انا وجوه تحت. وانا نقرا في الكومنتارات لقيت نوع جديد تاع كوميرس من عند خونا حمروني صابر كتب شكون تحب نقرا لها البرج نتاعها واش باش يصير معاها في قادم السنوات. خويا الباكي انت تعرف تقرا الابراج يطلعني انا شكون يا رسول الله ومن بعد تعدى المزز. وصلنا لهيك فقره نتاع الجمعه هذه نتاع هاشتاج بلاش ماسك. الحلقه نتاع اليوم فيها برشا ريتم البس كاسك. الطفل نتاع هاشتاج بلاش ماسك الطاولة عرفته والله بلا تعرفه كلها ما عرفتوش شكون والله اللي عرفته ما عرفتوش به. للتذكير فانه 20 مليون كاش للربح الاسبوع القادم 20 مليون الجمعة الجاية. نجم تكون نجم تكون انت اللي ربحهم كي تبعث ب حالا بالاس ام اس على 85 811 رقم 20 مليون كاملة اللي كنتي سيدة المشاهد كلها ب 20 مليون شو تعمل بيهم؟ نشدهم في داية نعمل ريكار دياك فاسيل. أنا ديجا عمري مريتهم مازلنا بالقدر عمرنا ما قعدنا رصاصة أنا وياهم وحدنا أمبوسيبل. جملة بكل جملة 20 مليون والله نعرف صاحبي بوه تبارك الله عليه لاباس عليه بارك الله ورث قرابة 4 مليار دوات هو ما كان عامل له شيء كي نهار اكتشف لي هو 4 مليار دوات والله يا أمين تحفل كلينيك أقسم بالله عدى 10 أيام في الرياض قلبه ما تحملش ولا عاد والله قعدت 10 وقت نمشي نصحح لي اليوم تاعي والله شام ب 20 مليون انا نعطي 10 لدارنا و10 نصرفهم فيش نصرفهم نصرفهم في جوي وشيخاتي وحاجاتي ليه والله قالت لك في شيخاتي ما بلاش بلاش سبونسور في شيخاتي ركز زعما ايوا شيخات شنو راهي زيد وامينة زيد وامينة ما عندكم ما تعملوا معناتها ب 20 مليون انتم لابس عليكم بجاحة انا شعرت فيهم الكليب تعطيهم الكليب باي بعلوش 20 مليون تمدهم لامينة تمدهم الكليب ثانية 20 مليون باهين ولا باهين يعملوا حاجة مش يعملوا حاجة هايلة والله صدقني يعملوا حاجة هايلة يا استنى ربي راهم شي هبلوني هذا 20 مليون يعملوا حاجة يمدهم لدراشكون برشا فلوس برشا فلوس برشا فلوس 20 مليون يا غالي 20 مليون يحلوا برشا مشاكل يا غالي سيد المشاهد يا غالي اللي كنتي راهو 20 مليون شبي بابا ما يبعثش في بي على 85 811 لانفيتي ماسكين تاعنا لهذا الاسبوع لانفيتي الاولاني بجعه ولا بجوع هي بجعه جميله اوكي يشبيه ممثله مغنيه جوا جميله جدا قربنا قربنا احسن لاكس وأنيقة جدا جدا اوكي فصلنا بيت في الشارع اون سون فو هي ماهيش ممثله كاميكاز مانكان ماهيش مانكان ماهيش مغنيه طوليه كان تحبوا اسالوها سؤال ممرضه ماله نسالوها اي الغاليه كومونت لو فو جو فو بيان ما سمعني بون مانيش اسمعوا بالكدي فات سمعت سمعت جو فو بيان جو فو بيان مفعول لقوانين هذا انفيتي ماسكين تاعنا سافا امور 100 100 امور 100 100 قديش وزنك الليبيا 50 غرام اسمع شو الكرونيكور الفرق بين سونيا وحنان الاسئله قلت لها قديش توزن على اساس باش تطلعها الفرق 50 غرام تفهم القيمه معناها قلت لها 50 غرام اعرف فلوسك وين ماشيه وكا بارك الله لازمنا نعملوا الاختلاف باش نحقوا الاضافه انا اكد لك انه سؤالها وجيه جدا هذا دور المنشط يا سيسي هذا يلقف الكرونيكور نتاعو توزن برشا في الانستغرام سامي فاري شوف فلوسك والماشي واحد واحد سكور مش قداش من كيلو قداش من كا في انستغرام قداش من مليون انت ولا قداش عندك من فولو قداش عندك من كا قداش ما عرف النهار 440 كا يوم 6 مليون 440 الف فولوور تفرق فيهم على عباد ساعات دونك سي فما فما موجود انستغرام بلوغوز معناها بلوغوز الغاليه لا ما فيها جرافوز ليه بالاناقه
كل بوز كل بوز. تجري مشبوك فريرة أنت ياكل بسكاسك وأنت داخلة. مش تاخذ بجنبي أون بليس يا غالي. هي انفلونسوز هي من لي بيونير اللي يبداو من الأول في دومين تاع الانستغرام في التوب شيف. من الأوائل. اللي من الأوائل. من الأوائل من الأوائل. يقولوا انستغرام معروفين بنات تاع الأوائل. راي أبو عليك. راي أبو عليك. والجواب صحيح. تو صدقتي قلت لكم باش نشيل الجمال كلها كل يوم باش توزن راي 50 غرام شفت على السكه 400 وقداه 440 مليار باذن الله في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله اي والله تعرف بلا تاكي زياد من بعد تاكيت سي ديجا سي ديجا سي ديجا عملت له بوبليسيتي نجموا نحكيو معاك اي ماذا بيك ما تحكيوش مع بعضكم ديجا هذايا المنشط نورمالمون نقوم بها اما انها المنشط والله ليه نشكرك برشا توا تمشي نهار كل توا هو كي تجي تشوف اشتري نهار كل تتلفح انا تصورت اليوم كاس محليه كذا من هي تخدم روحها خليني نحكي انا نعبر على فكرتي فكرتي ياسر خوي وهكا يخلصوا كل والله حاجه به ونشجعك وانا تبعت توا شفت الانستغرام انت قدكش محليك وروحك خفيف ورقيت فيركوي ما بن جاي واحد جاي واحد وزيد توا نجيبوه مره جاي وكا شويه انضباطي عايشك عايشك زيد طبعا انستغرام وكل ولا شنو رايك في الانستغراموز حنان اقسم بالله عندي توا 8 شهور من عملت انستغرام من البدايه وش تعدي توا 3 ايام عرفت لي الانستغرام يبعث ميساجات هاني شاتي لا هي اللي جد والله معلومه الاخ تو بار اكزومبل ترقى باش نعطي ممثله مروه العقربي شوش عامله عصابة ام اخويا عامله مدر والعقربي ف نتاعها هي مش هي عاد لا عاد انا عارف عاد التاريخ مروه عقربي ف من بعد عامله مروه عقربي تيم والكونت اوفيسيال نتاعها مروه عقربي والغلبه وين تحل الكونت نتاعها وتدخل بالزوز هذوكم تشكر روحها على اساس كيما اللي عامله امينه ستا دخلت تجين ثالثة امينه ستا لبنان السينيكال كل شيء معناتها حاجتين معناتها يا هي فهمت مش معناتها فينا انا مروه عقربي باش نتاكيو كونسبسيون عندك برشا دفاع هناك اما تو انت صراحه درجين تلفزه لبنان دمشق السنغال العبيد حبوني كيفاش فهموا باهي اعطيني واحد حبوني قلت لهم هاي كيف مره قالت تقبرني هاي اسمع شو زيد اخذ عقله مان تي لي شيء يفدر خليه زيد عمل انستغرام جديد هذا وين مشكله مع الانستغرام يطلع جوست ما تكلموش فوق بعضكم يا عيش ما تحكيش مع بعضكم يا عيش باهي شو رايك في اللي قاله الاخ زيد هو يجب يكون كلامه صحيح في بعض الأحيان، ما يفو با جينيراليزي راه. في غالب الأحيان. في غالب الأحيان، ما يفو با جينيراليزي. كيفاش؟ تلهميك، علاش تلهميك؟ خاطر باغ إكزومبل تلقى تمشي الحانوت على شليكا بلاش. ولور كي أنا ما نمشيش الحانوت علاش. أوك علاش قلت لك إنو فو با جينيراليزي راه. أنت كي تمشي إش تعمل؟ تخلص. نخلص إي، خاطر وليت خدمة راهو. سافي بارتي دي نوفو ميتيي. كما تعرف انت بلو اون افونس في الدنيا بلو فما خدم جدد يطلعوا افيك سو كي سباس لي ريزو سوسيو ديجيتال لازم حاجه كل حاجه جديده دونك سي ان ميتيي طلع جديد وانا كي عملت انستغرام عمري لو كنت تخيل روحي نهار باش نخدم به اما بالوقت بالوقت جي نلقى روحي هذه توندونس موجوده في العالم فهمت يعني ماهيش سمعت حاجه ماشيه و فريمون معناتها اللي جو خاطرني في دقيقه طارق انا جاك وين انا جو في اتخ بلو داون تو ايرث على هكا ايوا على داون تو ايرث اون فيت الانستغرام في تونس بالحق مالوغوزمون قسم شويه التوانسه خاطر ثم التوانسه اللي عايشين في مناطق داخليه ولا مناطق مانيش لو غران تونس ولا سوس ولا حاجه يراو في ناس عايشين بريتم اللي يقعدوا بهتين ساعات تبع بلوغوز راهو كل ساعه في بلاصه كل ساعه تشرب في بلاصه كل ساعه تاكل في بلاصه معناتها تقول ليه بالحق تقول اسكو عايشين هكا ناس ساعات يبعثوا لي ميساج انبوكس يقولوا
رانا معناتها نحسوا بالغبن بالغبن ليه ليه يحسوا محرومين رويحهم شو الناس كيفاش عايشين هذاك علاش نقول الانستغرام لازم يوري حاجات يوري حاجات اخرى من اول الدنيا معناتها فما اللي لابس عليهم فما اللي مش حكيت لابس عليهم حتى شنو موجود في العاصمه هما يوريو في حلمه لعباد اخرين ايه نوريه لبنكوتي يعني التحليل الصحيح باش نعطيكم التحليل الصحيح نضيف بالنسبه للانستغرام خويا الغالي فما بعض الاشخاص اللي يستعملوا فيه بالرسمي في التلاميك مثلا رايا انا نحبها ما عنديش لفزت هذوكم طفله بروفيسيونيل سي بور سا جبناها اليوم سينو كان ما جاش بروفيسيونيل ما جيبوهاش اليوم رانا جبنا واحد اخر الحاجه الباهيه في الانستغرام اللي فما برشا عباد مثلا تستعملوا في حاجات تفيد بهم الناس فما ناس ما عندها ما تفيد يحل الصباح يقول لك صباح الخير او كيفاش تتحل السباله او كيفاش درشتوا كذا 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 شي ملا فيك باش نعملوا بوز تاع بيوب الاخ زياد يبيع في انستغرام ولا هاي خلي زياد مسجل انا نحكي وانت حط زياد فما حتى مشكل باهي فما هذه الحاجه هذا هو التهنيك تاع الانستغرام انستغرام هو بيرسون معناتها هذا لحمك في دي فولوور باش نعطيك فاز اخرى مثلا تو العباد اللي جبد عليهم امين قبيليك مثلا اخت كيم كارديشان اختها عندها قرب 33 مليون ولا قد ايه في الانستغرام كايلي هي اسمها ما عرفتش كايلي الجمايل حسي هذيك حسي كايلي الجمايل المواطنه ما عندها ما تعمل تهبط تصويرتها واقفه قدام المرايه 39 مليون جام يتبعوا فيها سكر الموضوع مازال باش نرجع من بعد نحكيو معاك باكثر ديتاي دونك من بعد في الانترفيو بنكمل مع سونيا بو انا الانستغرام نحبه على فكره على خاطر في وقت من الاوقات كنا ياسر فيسبوك والفيسبوك وصل الوقت انه يوتر الاعصاب على خاطر فما كم هائل من المعلومات الصحيحه والغالطه ويشنجوا الاعصاب. انا الانستغرام علاش وليت نتبع برشا الانستغرام؟ خاطر يفرهد لي مخي. فما حاجات مزيانين فما رايا بو عليك وامثال رايا بو عليك، الناس اللي كيفي انا ما عنديش وقت لا باش ندور في الاحوال لا باش نعمل شوبينغ، انو بريزونت دي برودوي دو مكياج ولا لبسه والا احوال تنجم تعطيك افكار وفي نفس الوقت وكانك مشيت عملت رحله انت درت في الاحوال وعملت حاجه دونك بالنسبه للناس اللي قلقين ولا متشنجين ولا ستريسي ولا هكا دوره في الانستغرام حتى 5 مينوت 10 مينوت بار جور يفرهدوا دونك انا الانستغرام يعجبني من الجانب هذا بقى فما الباقي الكل مانيش مجبورين انا باش نتبعوه اوني با اوبليجي ماكش مجبور انك تكون مدمن على الانستغرام هو دو توت فازون لي ريزو سوسيو بصفه عامه ينجم يولي ادمان دونك ديما نقعدوا في نطاق المعقول دونك انا رايا ابو عليك اللي تعمل فيه هي وبرشا كيفها حاجه تفرهد الانستغرام تلقى فيه سفر تلقى فيه لي فواياج تلقى فيه دي ديستيناسيون دو ريف قلت لك اكل الدرج وكدرجين اللي تدخلهم فيريتابلمون تفرهد تحيه لخويا وصاحبي مدمن انستغرام تحيه لسامي الفهري لا والله لا، سامي يستعمل فيه كيف الخدمة معناتها. أي. معناتها ما يهبطش تصور من حياته اليومية قليل برشا. لا ديما لايف سامي ديما لايف. أما زاد فيكم شكون يستعمل فيه لحياته الشخصية فيكم شكون يستعمل فيه خدمة. كل واحد شخصي ولا مين؟ نفصل لك بعد. أنت تصورك تخوف مغر يا سامي. رجعوا شوية أمبيونس شوية ريتم. تو سويت نلعبوا بلاين تيست. البلاين تيست تحت شعار اللي طلع غنايه يجي يشطح ورايا لفلف من غير ما نقعدوا نحكيو برشا طلع غنايه يعمل شطحه لا ما يهمنيش اليوم كاو اليوم بعد الغنايه الاولى هي هذه نبيل بريك فور لوف فونديتا اجابه صحيحه فازي نبيل فازي الثانية هي هذه. يلا.
اسمع اسمع شطحه تديك المذبوح المجنون اللي بعدها هي هذه والله هو هو السؤال تبادر الى ذهني ار يو سينجل ليدي معناتها مدام رايا يس اي ام اه شيز ا سينجل ليدي شيز ا سينجل ليدي ولا مثلا الاغنيه اللي بعدها هذه شاكيرا لوكا لوكا شاكيرا بطل الاغناء وبطل شتيح مازلت مش تشتح من بعد حنون انا معلمه الاغنية اللي بعدها هي هذه حبي يتبدل يتجدد حبي يتبدل يتجدد اصعصع بلاي لحظه كان 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 الاخت الفا كان الاخت الفا المخرجه تسمع فيه بلاي اعزم انت تاخذ شيء ناخذ خذ سونيا عملت لها قلت لها سونيا نفس الريبوز ترى كيف الأغنية اللي بعدها هي هذه يلا يشترك هذا سوالي سوفري والبلاد يشترك هذا سوالي سوفري والبلاد سلام عليكم نسلموا عليه نسلموا عليه برشا صديقنا كفو نكونوا فرحانين برشا ابو حميد كان الراوك لهنا بحذنا فوالا مفتوح هذيك كفو برشا تكون فرحانين برشا كان تكون بحذنا ان شاء الله لاباس الاغنيه اللي بعدها هي هذه اي شيء لا لا شيب خالد مع شكون مع ولد عم راني انا ماذا بيا اي مع شكون وحده مشابش بقى ماهوش خالد اي مش خالد ماجيك سيستم يا جماعه ماجيك سيستم دبار شوتي الاغنيه اللي بعدها ساشون كل الاغنيه اللي بعدها اغنيه سلو حسنا ما نجمش يشطحها واحد وحده دونك اللي باش يطلعها باش يختار مع شكون يحب يشطح الاغنيه هذه ماشي نطلعها سياسي جيم انكور سيلين جون بور كو تي ميم بور كو تي ميم انكور استنست عاد انت ماك استنست معي مزيد ديما
ترجمة حسيت انا لا لحظه لا ولادي باش نقول حاجه برسمي والله صح عليا انا اللي بعدها هي هذه لا في ان روز اديت اديت بياف لا جيت عطايا لا في ان روز صحيح حسيت خويا ويغا خويا والله والله طلعش حسيت حسيت الكل عاملين جو في عرس سونيا عامله كي متعاركه مع لا والله لا والله سونيا سي لا كلاس متعاركه مع العرس ايه اسمعني شتحنا كل شيء باش قلنا سي لا كلاس انا باش نجاوب باش نجاوب كي العاده ما ترجعوش تحكيو مع بعضكم لا جوست نجاوب صح عليا مره اخرى الاغنيه اللي بعدها هي هذه يا أحلى بنت عم تدور يا دلولة عليك النور والضحكة تلمع يا قول يا دلولة عليك النور يا أحلى بنت عم تدور يا دلولة عليك النور تصفيقة كبيرة بيهم الكرونيكا وكل برافو الولاد يعطيكم الصحة برافو ذكركم لي بعض لحظات باش نعطيو اسم فايز مش بمليون خاطر شويه عليكم زوز ملايين كاش كاملين ابعث بيتا وبالاس ام اس على 85811 راس شهر مقينا بالرسم مقينا على الاخر دونك زوز ملايين راهم باهيين يصلحوا ينفنفوا لاسيرونس تاع الكهرباء فينيتا جي ديجا فازي فازي ابعث بي بالاس ام اس على 85811 وحده السايق بالله على خاطر امين بالله خليه وحده وحده 85 81 والله 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 وحده والله جاه ربي 81 نهار الله 85 وسكسكسكسك بالعذاب يا سكسك 85 مليون يا وحدين رايح فرحان برشا انك موجود شدوا حقكم شدوا حقكم برسم احلى الامبيونس معك رايح انت من الاولانيين اللي بديت في الانستغرام دونك انت من الاولانيين اللي بديت تستعمل في الانستغرام ومن الاولانيين اللي عملت كونت بروفيسيونيل معناتها نجم نقولوا بروفيسيونيل انستغرام خاطر نجم نعتبروك اليوم انت واحده من لي بروفيسيونيل في انستغرام اما ما يعرفوش العباد قبل هذا شنو كنت تعمل نكور نكور في الحومة ترى خرج معايا صاحبي كان فوز كنت ناك ولا دفاع جول جول رير دروار رير دروار رير جول قبل خدمت خدمت برشا حاجات يعني جيتي دون لا غران ديستريبيسيون في اغرو اليمونتير اي اوتر كنت في الكوزميتيك زاد كيف في الايموبيلي خدمت خدمت برشا حاجات قبل تخدم عمرك خمس سنين اي اي انا معناتها مشكلتي لوح يا برا معناتها كي تتفرجوا في انستغرام مش في بالهم اللي انت معناتها متربيه في القطن لا لا القطن لا شيء مرق ذهب هما هكا نظر زعما شويه شويه ما عمليها معناتها عشت مراحل صعيبة في حياتك ولا؟ بيان سور كي كل عبد يا زلمة لا مش كي كل عبد أمينة ما عشتش مراحل صعيبة ما عشت والله عشت أمينة تربيت طرق البيسين والله عشت لا لا عشت ربي ايش عشت يبدا فالبن أما بعد لا لا أنت ربي يعلم بها مش بدل البيسين هذيك والله العظيم والله باه عليه الميلودي دراما عليه تنجر عليه عليه الميلودي دراما برسم لايف اي ما تعشت مراحل صعيبة اي بيان سور عشت مراحل صعيبة اي جو بونس كان ما جاوش مراحل هذوك راني انا مانيش هوني توا هل انستغرام اليوم وحده يخليك تعيش حياة مرتاحة فينونسيغمون
مرتاحة مش برشا مي سافا يعني خلطت ان سيغتان ستاد اللي نحيت الخدم خدمتي دو كوتي على خاطر كي تخلط ان سيغتان طون انستغرام ياكلك برشا من وقتك ويلزمو وقت انستغرام دونك وقفت الخدمة ابيني عايشك نعم انستغرام يعيش نهج فريرا كونت بتاعك نعرفه معناه سمحت لا انا مانيش ما نخدمش نخدم حاجات يعني قللوا دللوا ونمشي على حاجات سور دو لون تيرم ما عنديش حك راسك امشي هون يحك راسك امشي هون معناها تختار تشوازي اللي معناها تشوازي بيان سور سي تري امبورتون باش تخلط جو بونس كي باش تخلط متبحبح يا وخي كدا شنو في غنيكم دا شنو في فرقكم ولا شيء ما تعرفوش ما تعرفوش ما نعرفو لا مش ليه مش هكاك اما ليه الحمد لله يعني الحمد لله يا ربي اما ترش بيها بلاتك اما وحدي يعني ما جيتش طلبت ولا عطيني ولا وحدي الحمد لله مصلي عني الحمد لله ما ترش لي الهبلات نتاعك اللي كانوا يعرفوك عليهم العباد من الاول لان نعرفهم ما نحبش نقول عليهم ديجا محليهم ما الهبلات نتاعك من الاول هما حبوك على خاطر الهبلات نتاعك ديجا العباد ولا يتبعوا فيك على خاطر الهبال هذاك اللي محليه اليوم انت بعدت عليه خاطر باش تجيب اكثر دي سبونسور لا مش باش نجيب اكثر دي سبونسور من الاول كي بديت على سناب شات طلع شنو هو سناب شات نزيدو سناب شات بوب 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 بعد تلقى روحك برشا دونك بعد تلقى روحك برشا عباد تبع فيك وبرشا عباد تخلط ان سيغتان ستاد اللي كبار وصغار وام وبو وبنت خالتي وبنت خو يعني تدخل في دار في دار حاجات اللي متحب مثلا حاجه اعطيني حاجه واحده ما عادش تعملها بكل تو كنت عم فيها قبل سبان كنت تسب ما يطلعش عليك واه واه ليه كنت يعني مسرحه توني تكتب على السطر كلام صغير كي ليه تقول كلام كبيره ليه معليه سبين هي تقول كلام صغير اعطينا عينه لا اعطينا عينه في الديريكت تو ليه يعني حاجات وكنت اسم موري يعني حياتي شخصيه شو توري؟ كنت موري ليه توري نوري ياسر حياتي الشخصية اللي هي توا حاجة ما عادش نوريها برشا يعني. وري حياتي شكون مالها توا؟ كنت في قلبي ما حبيتش نجيش نجاوبك. سيات اصل برك تجاوبك وكنت تجاوبك قبل اخر دورتها سبع مرات. كيلي ما نرجعها لقبل ما عملتش. ديغنييغمون صار خلاف بينك وبين ماركة معروفة. اي. على الاسم تاع بينك تريب. اي. صار الحكاية قد تكون وصلت للمحكمة. اي. ولا وصلت. هو راهو السوجي هذايا استدعيتني انت في الراديو وقتها وحكيت لك ومن بعد شنو صار جديد ديجا من وقتها؟ جديد ما نجمش نحكي عليه توا. عليه؟ حتى عندك حتى مزي. لا مش اسرار بحث. ما رجع. كي تصح تنقل لك. باهي معناتها في المحكمه الحكايه لا خلينا نفهموا. لا ما خلطتش. لقيتوا اكور ما بيناتكم؟ تنحكي لك. الاميام. انت احكي لي على جد احكي لي. ما عنديش قولي في وذني تنقولهم. تفاهم على ظهرة تفاهم على تفتوفة وفات الحكاية وكها وذيك. لا فلوس لا شيء لا وانا قلت ما حاجتيش لا بتفتوفة لا اون با دون سا دو تو. مي بقدرة ربي لقينا باش نلقاو. فما ارونجمون. نفرح كي نسمع كي وموا سافا خاطر الاسم بينك تريب اللي يمكن العباد اللي يتفرجوا فينا ما يعرفوش ما دونك بينك تريب هي معناتها السلوغون تاعها هي من اللي بدات دونك تم استعماله من طرف ماركه معروفه كانت حابه قبل تعمل بارتناريا معاها هي ما حبش دونك استعملوا الاسم بالسرقه عليها وخدموا به دونك فوالا صارت هذه الحكايه غروسو مودو معناتها لخصها لا ديبوزي ولا لا لا ديبوزي سيغتان كلاس مش توت لي كلاس مش كل وقت هي صارت لي انا بدي قبل لا سي تري امبورتون راهو موضوع يهم الشأن توا التونسي اللي نعيشوا فيه الوضعية الموضوع كبير برشا هذا حتى اللي تحكي فيه انت توا يهم التونسي على الاخر والله زيد اهم ما اكثر واحد مهتم بالشأن التونسي درك نعملوا روبريك كيما ليديتو يذور لنا روبريك يعمل ليديتو هو اللي والله ايش خص والله علمني عمل لي جوست قريني قبل وقت نبداو وقتاش وين اليوم لي جون اللي عندهم انستغرام اكيد يحلموا بين قوسين يحلموا يحبوا يوليوا كيف كنت شنو تنصحهم؟ كيفاش نجم تعمل كونت انستغرام
محلاه ومليان وتلم دي فولوور. ننصحهم ديجا باش تعمل انستغرام، انا يفو سافوار كو جو سوي باسيوني بار لا فوتوغرافي، نحب نتصور يعني نحب نصور، دونك لازمك تعمل حاجه تكون باسيوني بها. ما نجمش ننجح انا في حاجه ما نحبهاش، ولازمك تكون زاده اوتنتيك. لوتنتيسيتي تري امبورطون، لوريجيناليتي، يفو اتر سوا ميم، يفو با دو كوبي كولي. مش خاطرك هذيك طلعت ولا هذيك تعمل هكا لازمني نعمل كيفها باش انا نولي كيفها. راهو يا با غيرمون دو سكريت، يفو اتر سوا ميم، ولازمك تحب الحاجه اللي تعمل فيها، ولازمك تعرف روحك وين تحب تخلط. باهي باش نعمل لكم تيست نتاع انستغرام لولاد توا. برا غالي. المره باش نعطي لكم تصويره، قولوا لي حسب رايك كل واحد يكتب قداش من جيم حسب رايه في التصويره هذه. دونك دي انستغراموز من العالم الكل. دونك مش كان من تونس. قداش من ابوني عندها بلوتو؟ قداش من ابوني عندها؟ دونك التصويره الاولانيه هي هذه. الكونت الاولاني بلوتو هو هذا. كايلا تحرش ما نعرفيش كايلا سخونة داير. حسب رايكم قداش من فولوور عندها؟ فايم جيري كايلا تحرش راس العصفور. قداش من فولوور عندها؟ سبور هذايا لا باهي 950,000 قداه؟ 100 مليون فما حتى حد عنده 100 مليون. 1 مليون 80 كرة الأرضية 1 مليون 2 مليون بعلوش مازال ما كتبش. باهي خلينا نشوفوا الإجابة. 50 مليون قداش عندها من فولوور؟ عندها مليون. 14 مليون 18 مليون 30 مليون 5 ملايين 900,000 5 ملايين باه 30 مليون. شوفوا الإجابة صحيحة قداه؟ 4 ملايين صح؟ كنت بخمسة ملايين لا مش برشا 5 ملايين أنا صحيحة قريب شوي. اللي بعدها هي هذه. اشتعمل هذه انا شيري اي تتربش ديريكت هذايا فمش مقدمات. شيري انا شيري انت منامي بي انا شيري 7 ملايين 2 ملايين 3 ملايين 18 مليون كونت اخيان هذايا 3 ملايين 7 ملايين و200 بعلوش و50 سي اي او هذايا 12 مليون 18 مليون يا اخي قداش قداش فما سكان في الكره الارضيه؟ السؤال الاخرين اللي كنتي وحدك تجاوبني عليه. سنه ناس قداش عندها من ابوني؟ نحبها سناناس. اناناس 2 مليون طلعت اكثر من 2 مليون. دونك هي فان نتاع سناناس. اي نحبها سناناس نحبها برشا بوتي. دونك تعمل ديزاستوس تاع بوتي. في الكونت انستغرام نتاعها ولي انستغرام يبيعوا دي برودوي. وي يبيعوا حاجات. دونك احنا جبنا دي برودوي باش تبيعهم في الكونت نتاعك. هو يل بروموفوار. اي معناتها نقولوا احنا بلغتنا احنا كيف نبيع شنو نبيع. دونك جبنا لك دي برودوي باش تبيعهم في كونت انستغرام نتاعك. اما لاستوس شنو هي؟ انك ماكش باش تراهم. دونك تبيع حاجه ما تعرفش عليها هي شنو هي؟ بيع الخليل. نقولها قطوس في شكاره اسمها بيع وروح توت سويت. عندك كم برودوي للكونت انستغرام نتاعك؟ ما تعرفوش شنيا؟ من غير ما تدخل من غير ما تشوفوا قعدك هيك قطوس في شكاره. كيف نبيع حاجه من فوالا لازمك تبيع حاجه طياره على الاخر. ناكد لك حاجه ممتازه احكي لنا عليها. استقنعنا اللي هي حاجه طياره. اللي هما لازم يستعملوها. احكي لنا عليها فازلس. نحكي لك عليها. لازم حاجه مالا نبيع حاجه باهي نبيع. هو فات الكريمه هذيا كي تعملها على وجهك. الحاجه هذيا معناتها قلت لي انت نستعملوها في الوجه شنو تعمل؟ تصفي الوجه. تصفي الوجه. وكيفاش طريقة الاستعمال نتاعها؟ فات تحط على وجهك هكا وتخدمها بالكدا. لازمك تمشي هكا سونس فيغ لو من لوطا وانت طالع هكا طالع وانت طالع وانت تجي طالع وطالع. الاستعمال شكون صغار كبار شكون؟ توت لا فامي. عائلة. هو الخوة الصغير الكل.
اسكو في الوجه بركه ولا نجم في السنين تنجم تنجم في الزبابيط من لونه مدي طالع مش ما تزيدش تورط روحها مش نعاونك شويه لا خلص انا جربت انت قبل جربتها ماله باب كيفاه تحكي على حاجه من جرب هي في التجربه نتاعك اللي جربتها انت انا هي انجح طريقه ريتها معناتها تكوني في كاس اها كي نرقد بيها خليها على وجهي فهمت قداش من مره في النهار هو مره في الليل نورمال اي عصوم الصوم نتاعها غالي والله السوم تو دي بام مين تشريها ما سوي ما تو دي بام مين تشريها ماركه ذي خاطر ذي ماركه تلقاها في لي غراند سيرفاس اي قداش السوم حسب التقريب بين 20 دينار و 30 هكاك تو دي بام عند شكون كل واحد المقدره نتاعو لا كل واحد ما تعرف تو لي بوان دو فونت كل واحد يزيد ينقص استعملوها استعملوها شو قالوا عليها اللي استعملوها العالم قالوا عليها بيحكوا عليها كان باهي علي خذيتها انا فهمت اخر سؤال شكون تنصحوا انه يستعملها في لي كرونيكور كلكم ابدا بزيد ديجا خلي يزيد ينور اللي جاي على ود بها اخونا زياد حليلي مش سهلة الحكاية راهي جملة جملة يبان أكاد لك طيارة على الأخر بالحق En fait, le produit est je pense, n'est-ce que les stakoulou à la khater, qui m'a quitté le cahier, qui m'a quitté le moteur, qui t'entend la filcara, qui t'aime chez Tardé. Oui, t'as tout, moi. Il t'a tout fait le ras. Oui. Ma khater, le ras, chose très importante, c'est Ibdan l'Abd, où ils me stakoulou zoubi. دونك يلزمك حط على راسك حط على راسك دور بها في الشارع هكاك هاي معناتها تنجم مثلا تخرج بها ما تنجمش تخرج بها للسهريه مثلا تنجم والله تنجم تعملها فازيت هكا تردها نتاع هكا نتاع سواري تردها سواري زيد شويه ديكور تنجم تهداها مثلا تصور ديني على شونديل تبدا خارج تلبسها بيان سور تودها للحبيب على خاطر خايف عليه على راسه بيان سور الحبيب نعم ودوك بها قبل ودوني وش ودك بها زاد الثانية ليك يا بنين اسكر عليها ريحة بنينة معناتها هو تنجم تو لا بارفيم راهو ريحتها هي فيهاش ريحة ما تنجم تفوحها منين تشريها منين تشريها منين تشريها قديم من فلسة قديش فيها من فلسة قديش فيها ما تجاوبوش نعرف شي مخ لا سافا مرفقة تلقاها وفي تلقاها سكند هاند قالت لك أمينة وين تلقاها وين تلقاها أمينة قلت بارتو دون لو مون في اليهودية تلقاها في مارشي سونترال ديجا نجم نلقاوها تو في الكونت نتاعك نجم نلقاها تلقاها لا يزمك تلقاها نورمال تلقاها تلقاها هذيا هذيا الحاجه المهمه اللي داخل لشكون تحب تلبسها في ليكونيكور يقول لنا زيد باش نلبسها لك يا زيد ما تلبسها له تنسيك فروم قرعة وذوق يا من بيعانا البسها اخويا مانيش فيك البسها قول لك طنجرة كيف تاخذ صح اخويا بتعدل الفوادي الثالث تدفي بحليها هذايا بالرسمي خليك تتصرف واحد ما ندخلش عاونوا لي شوية والله اللي هي سهلة حاجة مزيانة على أول مرة نتعدى في التلفزة راني اي نعم بالرسمي اي ولا حاجة مزيانة راهي شوف لبست حوايجي كل انا نورمال تجيب حوايج أول مرة لبست حوايجي كل راهي مزيانة والله حاجة ذي العباد الكل تحكي لنا ساعة على هذا اللي كان في زاد كادو ثالث لا لا اختار واحد اخر زيد عاد اختار واحد اخر شنو هي الساعة الحاجة هذي؟ اه حليلي الحاجة هذي تلبس تكل شنو معناتها؟ زي تجم تاكلها اما هي ما تتعديش فهمت يلزم تبدل لها المطعم لا هي تتعدى مع هي تتعدى تعديو بها بالحق لا ما تتعاونوش تعديو بها فوالا تعديو بها هذيك كمية اول مره نجي شبيبه حتى العب لي يا خالي هي الحاجه هذيا معناتها موجوده عند العباد الكل ولا موجودة أي الناس كل عندهم وين تتحط؟ موجودة عند الناس كل كان أمينة كان أمينة عليه؟
هكاك انت عندك منها ولا ما عندكش منها؟ عندي انا برشا ولا شويه؟ بيان سور عندي منها برشا برشا. تحبها تحبها؟ حبها موت عليها. وين تتحط؟ وين كيفاش تتحط؟ كي كي تكع على اليمين في الليل هكا على الجلفه شو انا مش لسه السؤال بالمقلوب تو. شكون اللي ما تنصحوش بها؟ شكون ماذا بيك ما تعطيهالوش في الليل؟ نجميها بالليل. شكون ما نعطيهالوش؟ شكون ماذا بيك ما ياخوهاش الحاجه هذيك؟ امين استا هاي خاطر نعطيهالك. شكون اللي تودوا بها بالرسم؟ رايا رايا نودوا بكل برا نودوا. بيناتنا بيناتنا حاجه ذي معناتها تحب تاخذها ولا بالرسم؟ لا ميساج عندي منها سيدي جا سيدي جا مانيش مفادلك يا داخل 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 ديك من هنا وحاول تشوف اشنا. لا مان بالله والله ما تخاف فما حاجه تخاف. ما تخافش لا ولا لا والله لا لا رحمة الله لا لا تفرح يا جا سبع ارانب اهبط اهبط ما تخافش اي شيخ محلاوي ايه يا جماعه هكا لا 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 اسمع شو لمعلوماتكم يا جماعه فانهم هذوما هما ال 20 مليون اللي تنجموا تربحوهم. دونك فازي ابعث اس ام اس توا. لا قلت ما تحبش تاخذها دبر راسك. دونك تبعثوا اس ام اس على 85 811 باش نجموا تربحوا ال 20 مليون كاش. هذوما يكونوا لكم انتم. شنو الابليكاسيون اللي الكل ربح؟ نيويز. الابليكاسيون اللي كلها ربح بالرسم. مليحلة في مخه. الابليكاسيون اللي كلها ربح بالرسمي هي نيويز. بالرسمي حاجة ممتازة برشا خاطر هي ابليكاسيون 100% تونسية وأنا فرحان كي نلقى حاجة 100% تونسية. دونك ما نجمو كان نشجعوا 100% تونسي وتصفيقة كبيرة برشا على نيويز على خاطر بالرسمي كلهم 100% تونسي. ونذكركم يا جماعة اللي نيويز كالعادة هي الابليكاسيون نمبر 1 موجودة في تونس على جوجل بلاي. دونك برافو مرة أخرى لجماعة نيويز الكل. ونيويز أكثر أبليكاسيون تيليشارجي في تونس وماخذة أحسن نوت 97% من النوت نتاعها ما بين 5 و 4 إتوال. هذولي حاجة كبيرة برشا هكا معناتها 97% 4 و 5 إتوال هذولي أمين والله حاجة تعرفت عليهم كلها دي جون توينس يا سونيا. والحاجه الباهيه خليهم يدخلوا يخدموا يتعلموا كل تونسي 100% والله هذاك علاش الابليكاسيون ناجحه وكل حاجه تفرح على الاخر وخاصه فانها موجوده راي باش تكون موجوده بينتو في العالم الكل. واو طاقات باش تكون موجوده في العالم الكل موجوده في سوادي في 19 دوله كامله وهي ابليكاسيون تونسيه باش تكون موجوده ان شاء الله. موجوده في البلايص الكل في تونس فوالا جوستومون في تونس بيانتو باش تولي موجوده في البلايص الكل. هذاك علاش بالرسمي احنا فرحانين بالبارتناريا مع نيويز خاطر بدينا مع بعضنا وكبرنا مع بعضنا وبالي ماسك بدا من الحلقه الاولى مع نيويز ونيويز بدات من الاول مع بالي ماسك وين وصلت هي اليوم. هذاك علاش انا فرحان على الاخر بالرسمي مع بعضنا وصلنا لحاجه ممتازه وكبيره برشا. دونك هي ستارت اب 100% تونسيه دونك 100% تونسية فيها دي جون يخدموا كان دي جون توانسة دونك 100% تونسية ودي جون. دونك هذا اسمه بالرسمي تشجيع للشباب نتاعنا والكفاءات التونسية. برافو نيويز برافو لي جون نتاع نيويز يعطيهم بالصحة والنجاح نتاعها هو نجاحنا نحن كتوانسة الكلنا ونجاح زاد حتى البالي ماسك. كيستيون للي كرونيكور نتاعنا شقولكم في السكسي هذايا أمون؟ والله لو سوكسي اللي انا شفته il émane de la relation ما بين نيويز ولي بارتنير نتاعها ليكيب نتاعو نتاعهم ils sont très معناتها في ليكيب ils sont très sérieux ou c'est la relation très proche entre les partenaires et بعلوش انا برجوليه الحاجه اللي مهمه على الاخر الكاليتي نتاع لي بارتنير نتاعها معناها ما يقبلوش اللي يجي عرفتها كاستيل جوست مثلا تنجم راه حتى عندك مثلا حانوت تاع كافتيجي ولا نتاع ما نعرفش انا صحن تونسي كذا السوفي تكون عبد محلاك كلاس مضيف مثخم كذا تدخل معاهم ما
وعلاش لا لي بارتنير نتاعها الكل مصلي يعني بيه معناها عباد نظاف وناجحين. لي بارتنير نتاعها ناجحين. حنان. انا نقول نجاح نويز ما جاش بكيكا معناها في معناها بصدفه جاي خاطر تختار زاده كيف ما قال بعلوش لي بارتنير نتاعها ومش بالضروره معناها نقولوا احنا سوسيتي توب لا تمشي لك الصغيرات اما فما يلزم يكون معناها فيه شروط نتاع مهنيه معناها وحرفيه وبروفيشناليزم صحيح. ممتازه برشا زيد. والله ما دخلش اللي يجي في الستور نتاعها ونعرفها اللي هي ياسر سيليكسوني باش تحافظ على الجوده نتاعها خاطر كما تعرف توا الابليكاسيون قاعده تكبر برشا وكما قال بعلوش العباد ولات السانتيغيس برشا لي بارتنير دونك تحب تحافظ على الجام نتاعها خاصه الخدمات نتاعها على الستور حاجه تعمل 66 كيف والله حاجه باهيه بيان سور باهي سوني بون انا يكفيني اني تكون ابليكاسيون تونسيه ديجا في الظرف اللي نعيشوه اليوم الناس كل تلوج على الحاجة اللي تخليك تقتصد تقتصد على غالب الناس الكل تويكا ماذا بيه يبدأ عنده أن بون برودوي يوصل له بأقل تكلفة دونك ما نجمو كان نصفقوا على حاجة كما هكا برافو فوالا برافو دونك أحسن أبليكاسيون تونسية دونك كان تحبوا توليو دي بارتنير كما قالت أمينة كان عندكم قهوة كان عندكم ريستوران كان عندك سنتر دو روميز أون فورم نعرف جي سيف على التوا ولا عاد سالون دو كوافور كان عندكم عباد دي برو برسمي دي برو يحبوا يدخلوا بارتنير مع نيويز دونك ادخلوا للباج فيسبوك نتاع نيويز تلقاو أكثر معلومات موجودة غادي وإن شاء الله بالتوفيق لكم يكون حماس البوبليك اللي موجود لهنا بحذانا شكون في تليفونه بوبليك اللي حاضر عنده الابليكاسيون نيويز موجوده دونك شكون اللي عنده ابليكاسيون نيويز موجوده يهز يده باه دونك كل مره باش نسال واحد فيهم قداش عنده من بوان واللي يستعمل اكثر يلمم اكثر لي بوان واللي مفاليدي بيان سور البروفيل نتاعو قاعد يستعمل في الكيو ار كود عنده جائزه من عند نيويز يا جماعه دونك هكا تكون الدلل باه قداش من بوان جوست عيط من غادي تنقلوش اللي هزوا ايديهم اقعدوا هزين ايديكم تنجيكم 1020 1020 1020 معناتها 1020 برافو واحد فرونسي باه شكون اللي يستعمل اكثر واحد فيكم يستعمل الابليكاسيون باه اللي يستعمل الابليكاسيون باه اختي قداه قداه 2580 جوست وريني الابليكاسيون ونشوف بالرسمي لي بوان اللي عندها نورمالمون تو لي مولات نيويز انت مش لي بوان دونك مش لي بوان كهو معناتها هي تستعمل وقاعد تحكي مع زياد المكتب نيويز قرب لبعض نيويز فوالا دونك موجوده نيويز عندها اش قولك في الابليكاسيون في الميكرو ابليكاسيون ياسر طياره برسمي فريمون شفتني على الاخر وديجا من لي بوان تنجم معناها تربح برشا حكايات واستعملت لوفر هذيا في الاستيتيك وفرحانه على الاخر بها ونحب نشجع وان شاء الله تكون في البلايص الكل موجوده في تونس الكل وميرسي نيويز يعرف يختار زياد والله يعرف يختار زياد كان نيويز بالرسمي تفرح بيك على الاخر خاطر بالرسمي كلها ربح ما تروحش بالرسمي تفرح بيك على الاخر وعلى خاطر نيويز تحب تفرحك يا لالا نقول لك الف مبروك هي والبارتنير نتاعها برومو اوتيل بوان تي ان يهديو لك ويكاند زوج من الناس في فيمشي نوزها بيتش حمامات اربع نجوم مبروك تعيشك يا جو سؤال عطاير معناتها تصور تحكي تحكي وزياد معناتها في تصور زياد متروح حتى الترونزات بحبح برسمي هاكم ريتو نيويز برسمي ابليكاسيون كلها ربح دونك تيليشارجيو نيويز فاليديو لي بروفيل نتاعكم وان شاء الله يا ربي تكونوا انتم ديما رابحين وما تنساوش ديما تتذكروا نيويز هي الابليكاسيون اللي كلها
عنده اللي ما عنده شاهد كذاب هذوما اخويا الفلوس هم موجودين لهنا الحنينات هاي موجوده لهنا بعض لحظات باش يجيب حذنا الفائز ب 1000 دينار باش ياخذ الفلوس نتاعو ديجا هم موجودين لهنا تنجم تكون انت فايز مش بمليون اما بزوز ملايين كاش راك تشوف فيهم موجودين ابعث بيه توا بالاس ام اس على 85 800 وحداش ام عندي يدي سافات هذا ماشي اللوتيل سيبا ام عندي تهنيو على حب تصفيقه كبيره برشا على رايب وعليك Merci, là, je crois. Vas-y, fais tes remerciements. Merci beaucoup, merci. Merci comme ça, merci pour le public. Merci à vous, merci d'être là. Merci, merci. Attention, avec la barre, ça va. Bye bye.